الله يتمنى الوقت ان شاء الله ربي يعطيكم ما تمنوا ان شاء الله. اليوم جاز لي البروفيسور الموشي يعني وقفني ورا لي لي بوزيسيون اللي نقدر نوقف بهم، يعني كاين اسم حوايج اسمها ماشي غير ورق وقف ديريكت التكنيك لي تكنيك انا عم شغل داخله في ريديكاسيون. الحمد لله قال لي مادام قال لي انا بزياده على بالي بالعمليه تاعك ناجحه، قال لي الوقت اللي كملت تيستيتك وكذا وكذا ومن هنايا صح انسان يخاف ما يكذبش عليك هذه نفس. الحمد لله اليوم نط ومشيت هكذا يوم مشاني الحمد لله ورجعني وقال لي زيد تحب تزيد اوقف زيد نوقفك. المهم هذه الحاجه ما تروح ماكش حتى بعديرك لازم تروح كما نقولوا حاجه بحاجه ان شاء الله حتى تلقى عافيتك وان شاء الله ان شاء الله واش راح نقول لك ان شاء الله جميع المرضى كامل يبراوا خلاص ان شاء الله شفالك ان شاء الله ربي يحفظك ان شاء الله نشوفك وقفت على رجليك ونعاودو نجيبو لك الدار ان شاء الله. ان شاء الله ماذا بيا كاع مرحبا بك والله مرحبا بكم كاع مرحبا بكم كامل. تبارك الكوراج باش تنوض لولادك دوكا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. الله يتبع التعليمات تاع الطبيب. الله يشوفو بحال الله يبارك لك بيان اونتوغي هنا في السبيطار نتاع لا الحمد لله من حتى لي مالات يعني لا لا الحمد لله. شوفي انسان كيما نقول الحمد لله انا خاطيني كي شغل جيت نداوي جيت نداوي مادام فهمنا هذه ثاني بلاصه عائله كيما بنادم في الدار عائله هنا في السبيطار ثاني عائله لازم تقصري مع هذا تنحي على خاطر هذا وهذا ربي خلقنا رحمه الاخر هذه لا هذا لازم سينو ما سينو ما تلقايش روحك. الحمد لله يشفع عليك سعيد خويا بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة الله يسلمك. هذا هو الهدف تاعنا بارك الله فيكم بارك الله نرافقوك ان شاء الله حتى نشوفك واقف على هذا ان شاء الله. بارك الله فيكم بارك الله الله في القناة شروق ونيوس في حسب طبيبك في دارك ربي يحفظك اختي يسلمك خويا يسلمك ربي ان شاء الله احنا بفضل الله انا معك ان شاء الله وبفضل مجهودات البروفيسور الموشي اللي قدر يلقى لك الحل للمشكل تاعك الحمد لله بارك الله فيك ان شاء الله ان شاء الله ربي يحفظكم يعطيكم الصحة ان شاء الله يعطيك الصحة بارك الله فيك يعطيك الصحة.